بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان فرص لأمطار خفيفة المتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بقالنا كام يوم بنتعرض كده لأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة. بالفعل احنا الحمد لله اليوم هنشهد تحسن في الاحوال الجويه عن الايام الماضيه. يمكن احنا بالامس شاهدنا ذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، وسقطت الامطار متفاوته الشده على محافظات البلاد، وادت كمان لتشكل بعض السيول في سيناء ومحافظه البحر الاحمر مع انخفاض درجات الحراره بالامس. اليوم متوقع تحسن في الاحوال الجويه مع استمرار انخفاض درجات الحراره العظمى. اليوم على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه فتره النهار، لسه في منخفض جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، بيعمل على تكسر السحب المنخفضه والمتوسطه، فبيحمي جزء من اشعه الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي هحس بالاجواء المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وكمان بعض المناطق من جنوب سيناء اجواء دافيه تماما على جنوب الصعيد، لكن كافه المحافظات بلا استثناء بتشهد انخفاض في درجات الحراره فترات النهار. ايضا فترات الليل مع غياب اشعه الشمس خاصه ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، والصغرى فتره الليل ما بين 12 و13 درجه مئويه للقاهره الكبرى، اجواء بارده على اغلب الانحاء خلال فترات الليل. كمان اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وكانت تشفيفه واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه في الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري مدن القناه وسط سيناء. بالاضافه كمان الامطار اليوم هتكون اقل بكثير طبعا اللي شاهدناها بالامس، وتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وهي فرص امطار خفيفه متوسطه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله التحسن والاستقرار ده هيكمل معانا لنهايه الاسبوع مطلع الاسبوع القادم. لكن احنا كمان بنتكلم ان غدا الخميس والجمعه ان شاء الله هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، نرجع تاني نتاثر بكتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، لكن هتكون العظمى ما بين 25 26 درجه مئويه للقاهره الكبرى. مهم جدا ناخد بالنا، ما زلنا في فصل الشتاء، ما زالت اجواء فتره الليل اجواء بارده، فعلى الاقل بقدر الامكان فترات الليل نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه. مهم جدا الفتره دي نتابع النشره الجويه بصوره يوميه لانها فتره تقلبات جويه حاده وسريعه. طيب امبارح كنت بتوصينا ان مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه يرتدوا الكمامات وهم خارجين علشان الرياح والاتربه المثيره للرمال طبعا اللي بتاثر عليهم، هل ده مكمل معانا في الايام اللي جايه ولا برضو في انخفاض في التاثير ده؟ هو طبعا اليوم وغدا هيكون في اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره، لكن متوقع مع يوم الجمعه ويوم السبت يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره، فاحنا الفتره دي بصفه عامه في شهر 3 وشهر 4 تبدا تنشط الرياح في بعض الايام ويكون معاها اتربه ورمال مثاره، خاصة احنا داخلين على فصل الربيع، فمهم جدا ناخد بالنا. يعني الحمد لله اليوم وغدا مفيش أي أتربة والمال مسارع، لكن وارد تتكرر في الأيام القادمة. لو احنا خارجين مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية يكون دايما معانا الكمامات، لأن وارد في الأيام القادمة يكون في أتربة والمال مسارع. طيب ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض والبحر الأحمر اخبارها ايه النهارده؟ بالفعل احنا بالامس كان في ارتفاع امواج على البحرين الاحمر والمتوسط وكانوا مضطربين، ووصلت ارتفاع الامواج على البحر الاحمر ل 3.5 متر، لكن الحمد لله مع اعتدال سرعات الرياح بدات تعتدل الامواج، والبحرين هيكونوا مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط ما بين 1.5 ل 2 متر، والبحر الاحمر ما بين 2 ل 2.5 متر، فنقدر نقول ان البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان عمل السنه. طيب مفهوم ان احنا لسه ما خلصناش فصل الشتاء، لكن طبعا في ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره بيبقى ملحوظ بشكل يومي، امتى نحس ان في استقرار شويه في درجات الحراره؟ يعني احنا بنقول لسه كمان معانا النص الاول من فصل الربيع بتكون في تذبذبات في درجات الحراره بين ارتفاع وانخفاض، ولسه فترات الليل بيكون فرق بين النهار والليل بيكون كبير. مع النص الثاني من فصل الربيع نبدا نقول ان درجات الحراره استقرت نحو الارتفاع فترات النهار وفترات الليل، ونبدا ساعتها نرتدي الملابس الصيفيه، لكن احنا الفتره دي ممكن
تكون ملابس خريفيه فتره النهار، فترات الليل يسقل ويكون معانا جاكيت، لان لسه في تذبذب هيكمل معانا في شهر 3 وفي كمان شهر 4. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 12، العاصمه الاداريه العظمى فيها 21 والصغرى 11، اسكندريه 20 11، العلمين الجديده 19 12، مطروح 18 13، دمياط 20 12، بورسعيد 19 13، الاسماعيليه 22 11. هنروح للسويس العظمى فيها 22 والصغرى 12، العريش 20 10، كاترين 14 6، طابا 22 14، حلايب 22 15، شلاتين 24 14، شرم الشيخ 24 16، الغردقة 24 16. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 21 الصغرى 11، بني سويف 21 11، الوادي الجديد 23 12، أسيوط 21 10، سوهاج 22 11، قنا 23 11، الأقصر 24 12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25 والصغرى 12. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة بنلاحظه بالليل متأخر أو الصبح بدري، لكن بالنهار الجو بيكون يعني دافي أو لطيف لحد ما. ما نخففش ملابسنا، ناخد بالنا إن في بعض الأمطار صحيح خفيفة إلى متوسطة، لكن نلتزم بالتعليمات المرورية. مرضى الحساسية والجيوب الأنفية يرتدوا الكمامات وهم خارجين من بيوتهم متجهين لأعمالهم. نرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك. شكرا لك.